اليوم دخل قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات السفر الجديدة حيز التنفيذ، حيث لن يتم السماح للمواطنين غير المحصنين بالسفر إلى خارج البلاد باستثناء بعض الفئات. رح يتم السماح للمحصنين فقط من غير المواطنين بدخول البلاد شريطة تلقيهم أحد اللقاحات المعتمدة لدى السلطات الصحية داخل دولة الكويت. نعم، طبعا الوقوف أكثر حول متابعة تطورات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة غير الكويتيين ممن تلقوا التطعيم. ينضم إلينا من داخل مطار الكويت الدولي مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي. نواف، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. فاقدينك، صار لك فتره مطالع ويانا، ما ادري وين رايح. كلمنا عن حركه المطار مع اول يوم لدخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ. صباح الخير نجيب، وصباح الخير بسام، وصباح الخير كل مشاهدين برنامج العالم هذا الصباح، وأعود لكم مجددا عبر برنامج العالم هذا الصباح وما تفقدون غالي إن شاء الله. نجيب، مثل ما تفضلت احنا الآن متواجدون في مطار الكويت الدولي وتحديدا في مبنى الركاب T1، وذلك لتغطية مثل ما تفضلت قبل قليل دخول قرار مجلس الوزراء الموقر حيز التنفيذ بشأن عدم السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين، وأيضا اليوم دخل القرار أيضا بحيز التنفيذ بشأن إخواننا المقيمين في دولة الكويت في عودتهم إلى دولة الكويت اعتبارا من الساعة 12 صباح هذا اليوم، وأكثر من 9 ساعات يمكن عدت من هذا القرار. وعودة المقيمين هم من يعني أخذوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. حول هذا الموضوع وأيضا حول ما يعني ما هو موجود الآن في مطار الكويت الدولي، يسعدنا يكون معنا الآن المهندس عبد الله بخش، مراقب المشاريع والتخطيط في إدارة الهندسة في الإدارة العامة للطيران المدني. مهندس عبد الله، يعطيكم العافية وصبحك الله بالخير. بالنسبة لدخول قرار مجلس الوزراء الموقر حيز التنفيذ بالنسبة لي عدم السماح لغير المطعمين من المواطنين في المغادرة بالسفر، وأيضا عودة إخواننا المقيمين من الخارج من هم يعني أخذوا الجرعتين. بالنسبة لإجراءاتكم واستعداداتكم قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ. صبحك الله بالخير أخوي نواف. بالنسبة للقرار من 1/8 دخول إخواننا الوافدين، طبعا عملت الإدارة العامة للطيران المدني على قدم وساق لتجهيز المطار في استقبال المواطنين وغير المواطنين في قرار مجلس الوزراء في 1/8. الحمد لله تم الاستعداد على أكمل وجه بالنسبة حق جميع العاملين في مطار الكويت الدولي، إدارة المطار المدني، الداخلية، وزارة الصحة، مقدمي الخدمات الأرضية. وحاليا احنا تقريبا من ساعة الصباح الأولى استقبلنا تقريبا 8 رحلات وعلى مثلها 739 راكب، والحمد لله مشت الأمور بكل أريحية وسلاسة لهذه الساعة. مهندس عبد الله، بالنسبة ما تفضلت فيه 8 رحلات 739 راكب وصلوا إلى الكويت منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، بالنسبة ل 739 هل هم من المقيمين فقط أم من المواطنين أيضا؟ من الفئتين، من المقيمين ومن المواطنين. طبعا من المقيمين يشترط الجرعتين، وبعد ما يأخذ الجرعتين يقدر يفعل البرنامج ويكون لونه أخضر أساس يقدر يطلع على الطائرة ووصوله للكويت. طبعا احنا نكون شاكرين لوزارة الصحة، وضعوا موقع لجميع الوافدين اللي خارج الكويت اللي أخذوا تطعيماتهم خارج الكويت، يرفع الشهادة على موقع وزارة الصحة يعتمد رسمي من السلطات الصحيه في الكويت، وبعد ذلك يفعل برنامج مناعه او هويتي باللون الاخضر، ومن ذلك اي خلاص يقدر يطلع ويوصل الكويت. نعم. مهندس عبد الله، مثل ما تفضلت يعني وزاره الصحه جهودهم مشكوره ايضا، وهم من الجهات ايضا المختلفه اللي تساندكم في مطار الكويت الدولي، ايضا كيف التنسيق بينكم وزاره الصحه بالنسبه ايضا للي يعني يوصلون الى المطار؟ هل في هناك يعني موقع لوزاره الصحه هنا موجودين حق البي سي ار؟ نعم، هو هناك فرق ميداني لوزارة الصحة، أما بالنسبة حق الفحص البي سي آر هناك مختبرات موجودة في المطار. بالنسبة حق المحصنين للجرعتين على طول يطلع ويختار مختبر حسب التعميم الأخير اللي صدر، يختار مختبر خارجي، ومن مجرد ما تطلع النتيجة سلبية خلاص انهى الحجر اللي كان عليه. أما بالنسبة حق الغير مطعمين، بالنسبة للكويتيين يمكن مطعم تطعيمة واحدة، يعمل المسحة في المطار وينتظر النتيجة إلى انهاء الحجر ماله. نعم. مهندس عبد الله، كل الشكر لك على تواجدك على تلبية
تلك الدعوه هذه. ان شاء الله احنا ايضا كوزاره الاعلام وقطاع شؤون الاخبار والبرامج السياسيه راح نكون مستمرين معكم في تغطيه ما يسجد حول هذه المواضيع. شكرا لك مهندس عبد الله. نجيب مثل ما تفضل المهندس عبد الله بخش وهو مراقب المشاريع والتخطيط في اداره الهندسه في الاداره العامه للطيران المدني حول الاستعدادات التي تمت قبل دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ بشان عدم سماح السفر للمواطنين الغير مطعمين وايضا عوده اخواننا المقيمين الى الكويت بالنسبه لمن اخذوا الجرعتين وما هي الاجراءات المتبعه في ذلك. نعم. جزيل شكر لك زميلنا نواف الشراكي على التفاصيل والايضاح حتى الناس تقدر تشوف هذا الموضوع وتتاكد منه علشان لا توصل الناس المطار ويكتشفون انه يقول لك انا ما دريت عن هذا الموضوع. نتمنى ان شاء الله السلام للجميع في سفرهم وترحالهم وحلهم ان شاء الله. ان شاء الله.